العربية مسألة أساسية في أنظمة التعليم، ومسألة أساسية في دعم القراءة، ومسألة أساسية في دعم الكتاب. هذه السياسة الوطنية لدعم اللغة العربية نحن لا نطلبها مجانا، بل نطلبها لصالح ما ننجزه، لصالح ما ننجزه من أعمال إبداعية ومن أعمال أدبية. ولا نطلب ذلك لمجرد أننا نكتب بالعربية، لا نطلب ذلك لمجرد أن نكتب بالعربية. ألا تستحق كتب عبد الفتاح كليطو ومحمد الفتاح وعبد الله العلوي وأدباء أحمد المديني ومحمد عز الدين التازي ومحمد برادة كريم الجويطي وآخرين كتب؟ ألا تستحق هذه الكتب التي لا نختلف في كونها كتب جيدة وتمثل المغاربة وتؤثر خيالهم يوميا؟ ألا يمكن أن نعتبر بأن هذه الكتب تستحق دعما أساسيا في أنظمة التعليم؟ لماذا قبل بضعة أشهر في الصيف الماضي دعيت من طرف جامعة أمريكية في أحد أقسامها العربية لحضور لتأطير ورش مع طلاب الماستر في العربية وأمريكي العربي، وقد اخترت الشعبة رواية القوس والفراشة لتكون موضوع هذه الورشة. كان هناك حوالي 25 طالب، كلهم قرأوا الرواية، ولمدة أسبوع تحاورت معهم بشأنها ووضعوا كثيرا من الأسئلة حول المغرب والسياسة المغربية والمسائل، ولكن حول الأدب المغربي كذلك وحول الرواية في حد ذاتها. وقد اندهشت لكون هؤلاء الطلاب الأمريكيين كلهم درسوا اللغة العربية لمدة 3 سنوات وخلال برنامج مكثف خلال 2 شهر في الصيف. هذه المدة التي قضاها أمريكيون، ليست اللغة العربية لغتهم ولا لغة الأم في تدفئة، ومع ذلك فقد استطاعوا أن يقرأوا رواية عربية وأن يناقشوها وأن يمتلكوا الأدوات لتحرير ملاحظاتهم باللغة العربية. هل هذا الأمر سحري؟ لماذا لا نستطيع نحن أن نكون أطفالنا وشبابنا باللغة العربية بهذه الدرجة من القوة والفعالية؟ أظن بأن المسألة كما قلت مسألة تتوقف على قرار سياسي، يجب أن نحسم في مسألة اللغة. ولذلك قلت فيما يخص اللغة يجب أن نتخذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي. هذا التذبذب والتردد وتقديم رشد وتأخير أخرى والتلويح بأن هناك صعوبات وما تشعر إلى آخر، هذه كلها وسائل لتأجيل إحلال اللغة العربية المكانة الجديرة بها في أنظمة التعليم.